السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحوت، آخر 48 ساعة غموض. هتبقى الغموض ديت أكتر حاجة الناس شايفاها فيك، بس أنت هتلاقي شايف كل حاجة حواليك. مرة واحدة كده هتحس إن كل حاجة اتجردت قدامك، بقيت شايف كل حاجة بالضبط بتحصل حواليك، إذا كان شريك، إذا كان في العمل، إذا كان في الأصدقاء، إذا كان في الأقارب. حالة الغموض اللي انت فيها لكل الناس، ان الناس كلها بتسأل نفسها من جوه، هو انت فهمتنا ولا ايه؟ هو انت شايفنا صح؟ اوف، ده احنا اتكشفنا. واللي هم شكهم في محله. دي المشكلة، ان الغموض اللي انت مبينه لهم للأسف شكهم في محله. هتتلاقي الناس شكها في محلها منك، لان انت فعلا غموضك ده هيبقى ناتج ان تحس المرة واحدة في ال 48 ساعة دول ان كله بدأ يقع قدامك، كل الشخصيات بدأت تقع قدامك، كل حاجة بقيت شايفها قدامك مرة واحدة. وانا بتحدي بأمر الله، انا بتكلم على جميع مواليد برج الحوت في الفترة دي وخلال 48 ساعة، هتتلاقي ان كل حاجة قدامك بتتساقط. هتتلاقي في سكوت بالنسبة لك، لكن بتتفرج حواليك. الطاقات اللي قابلتك قبل كده، والتغييرات اللي بدأت فيها بالفعل، واللي بدأت بيها تالت مرة، واللي بدأت بيها في الفعل، أنا بقولها تالت مرة عشان أنا بتحدى إن معظم أبناء برج الحوت بدأوا فعلا التغييرات. بس أنت دلوقتي بعد التغييرات واقف بتتفرج حواليك، قعدت تتفرج على الدنيا. الله، هو أنت كنت كده؟ الله، هو انت ده اللي وراكي؟ هو انتوا ده اللي جواكوا ليا؟ لا 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 لا، هتتفرج وبتضحك، لكن قدامهم الوش الخشن وهم كلهم مرعوبين مرعوبين عشان بيتفرجوا عليك ومش فاهمين، مستغربين هو في ايه؟ مالك يا برج الحوت؟ دي مش انت، انت عمرك ما كنت غامض، ده انت كنت على طول كتاب مفتوح. لكن من خوفهم هيبدأوا يقلقوا منك، وهيعملوا لك ألف حساب، ده من النهاردة لغاية يوم الحساب. هتلاقيهم بيبصوا عليك كويس قوي، وفي ناس كتير هتعرف هم خسروا ايه من ايديهم، ده طبعا بعد ما انت تبدأ تهشهم. انا بقولها لك اهو من دلوقت، او بقولها لك بالاخص كمان يا مواليد برج الحوت، من دلوقت هتبدأ تهش. إيه انت كذا؟ هش. ده هيبقى الاحساس اللي هيبقى قبلك في الفترة دي. ليه؟ حاسس كأنك بدأت تتفرج بالناس على نظارة 3D يبين ايه اللي جواهم. ده هيبقى الاحساس بتاعك، وهيبقى قوي جدا، وهتحس ان الناس بالبلدي مفقوسة قدامك. واللي هيجننهم ان هم هيحسوا الاحساس ده، لكن مش شايفين رد فعل منك، لان سكاتك عامل لهم نار من جوه. اذا كان في عملك، او اذا كان في علاقاتك، او اذا كان مع اصدقائك، او مع اصدقائك. يا امراض برج الحوت، يا امرأة برج الحوت، جه الوقت الوقت ده اللي انت تقولي انا ونفسي خلاص. صحباتك اللي من قدامك جدعان، ومن وراكي نار جهنم، هتقول لهم يلا غوروا هش. في خلال ال 48 ساعة دي في علاقات كتيرة هتتنفى بلا رجعة، وفي علاقات تانية جديدة هتفتح معاك. عادي الحتة دي تاني، في علاقات هتتنفى وعلاقات تانية هي اللي هيبقى ليها مكان معاك، بس برضو مش هتفتح له القلب زي زمان، لأن انت خلاص اتعلمت. هتبقى هي دي القوة اللي هتبقى مقابلاك
في ال 48 ساعة دي. في الفترة دي عشان كل الأقنعة بدأت تتساقط واحد ولا التاني كأنهم دبان، هتحس ان في نبلة كده انت ماسكها وقعد تخبط فيهم واحد ولا التاني، ده يبقى الاحساس اللي جواك. وقمة النار اللي انت تتفرج وساكت وحواليك شايفينك في غموض رهيب، لان المواقف اللي حصلة الطبيعي مش ده رد فعلك. انت الطبيعي بتتكلم بطريقة تانية، بطبيعتك لما بيحصل لك موقف زي ده احساسك ومشاعرك بتبقى مرهفة بطريقة تانية. لما حد كان بيكلمك كده في الشغل كنت بتتنازل وتعدي، دلوقتي سكت. النهاردة قبل ما تتفرج على الفيديو ده كم مرة انت سمعت حاجة الطبيعة اللي انت بترد بس لما سمعتها سكت؟ كم مرة حد قالك ايه يا عم انت مش طايقنا ولا ايه؟ ما قلتوش لا يا عم طبعا انت بتقول ايه، لا سكت. حصلت النهاردة وبكرة العل، وبكرة انت يبقى نظامك بقى كالآتي، ده اللي هيحصل واللي مش عاجبك يلا في 60 داهية. القوة اللي معاكم دلوقتي يا جماعة دي قوة برج الحوت ما قابلتوش من يوم ما اتولد، وانا بقولها لكم استغلوها. القوة دي ما قابلتكوش من يوم ما اتولدتوا، استغلوها صح، تكسب صح، تنظف صح، تعيش صح. فالفترة دي او ال 48 ساعة دول استغلوها، لان التغيير اللي هيحصل بعد ال 48 ساعة دول هيبقى مش تغيير، هيبقى معجزات، هيبقى معجزات. وكده يا جماعة يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ويا ريت تسمعوا نصيحتي في كل كلمة قلتها في الفيديو ده، لأن دي هيفيدكم وهيتحدد عليها حاجات كتيرة. شكرا ومع ألف سلامة.